تفكر بعقول العباقرة محمد طه. جائزة نوبل عام 1906 كانت مناصفة بين كل من كاميلو جولجي ورومني كاجال. جولجي ولد عام 1843 وتوفي عام 1927. كاجال ولد عام 1852 وتوفي عام 1934. ينتمي جولجي لجامعة بافيا إيطاليا، وينتمي كاجال لجامعة مدريد أسبانيا. حصل على الجائزة لأبحاثهما في مجال تركيب الجهاز العصبي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. حواسنا محدودة، وهذا من أهم أسباب ضعفنا. لنوسع مداركنا ونطيل أيادينا ونوسع خطواتنا لندرك سرا من أسرار الحياة التي وهبها الله إيانا. نرى، نسمع، نحس بجهاز فريد ينقل الإشارات ويترجمها وينفعل الفعل المناسب، الجهاز العصبي. يتكون من المخ والحبل الشوكي. وسيتوالى الحديث عن الجهاز العصبي، إذن لنعرف جانبا من جوانب هذا الغامض العجيب، جهازنا العصبي. جولجي هيستولوجي إيطالي شهير شغل باله تركيب الأعصاب، ابتكر طريقة لصبغ النسيج العصبي باستخدام كرومات الفضة لتترسب جزيئاتها على جدران الأعصاب وتوضح تفاصيل العصب الذي يتكون من جسم، خلية، ومحور، ونهايات عصبية في شكل بديع. واصل كاجال عمل جولجي ليصبغ نسيج المخ بمحلول كرومات الفضة. أثبت كاجال أن الخلية العصبية الوحيدة هي وحدة التركيب والوظيفة للجهاز العصبي، وتتواجد فرادة لتؤدي دورها، فليست في صورة شبكة كما كان التصور، وكان هذا فتحا في مجال المخ والأعصاب.